على مدى عقود ارتبط نمو وازدهار دولة الإمارات بنجاح شركة أدنوك بشكل وثيق. كوادرنا البشرية كانت وستبقى نبض عملنا وأساس نجاحنا. في عام 1978 أسسنا معهد أدنوك الفني ليصبح واحدا من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والتدريب الفني لصناعة النفط والغاز في دولة الإمارات. خرج هذا المعهد أكثر من 5000 طالب، يشغل العديد منهم اليوم مناصب قيادية في شركة أدنوك. في مجموعة أدنوك نسعى دائماً لاستشراف المستقبل، وهناك حاجة إلى جيل جديد من الكوادر الإماراتية الموهوبة لمساعدة أدنوك على تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030. يشهد معهد أدنوك الفني حالياً نقلة نوعية في جهود التطوير والتحديث من أجل تلبية احتياجات شركة أدنوك وقطاع النفط والغاز في الدولة بشكل أفضل. قمنا بتحديث وتطوير المناهج التعليمية في المعهد، وأنشأنا مرافق للتدريب ذات مستوى عالمي، وعملنا على تحديث برامجنا لتوفير مزيج متنوع من برامج التدريب التي تستهدف طلاب المعهد والموظفين في شركات المجموعة. ونحن نستعد لدخول هذه المرحلة الجديدة في مسيرة عملنا. نحن سعداء وفخورين بأن نصبح أكاديمية أدنوك التقنية، وسنواصل تخريج طلابنا من هذا المعهد وتزويدهم برصيد كبير من المعرفة والخبرة العملية، ليكونوا مستعدين لبدء مسارهم الوظيفي بنجاح في مختلف أعمال وعمليات شركات مجموعة أدنوك. وبهذا نستطيع أن نساهم بفاعلية في تحقيق التطوير والازدهار لدولة الإمارات.